بسم الله الرحمن الرحيم. بداية إن شاء الله اليوم حنكمل الفصل الرابع، الفهرس المطبوع. هنا بالنسبة لموضوع الفهرس المطبوع، هو نفس الدور الذي يؤديه الفهرس السجل. الفرق بينهما إنه هذا مطبوع وهذاك تسجيل اللي هو يدوي. الآن المطبوع عبارة عن قوائم مطبوعة يتم فيها كتابة اسم وعنوان الملف، وإما كل منها رمز لكل اللي هو ملف رمز يدل على هذا الملف. الآن نفس الخطوات اللي احنا حكينا عنها في فهرس السجل حتم ترتيبها في الملفات والأماكن المعدة لها في فهرس المطبوع، لأنه هنا إحنا بنحدد هو عبارة الفهرس المطبوع عبارة عن فهرس مطبوع مكتوب كتابي، وبنتم عملية وضعه على الأدرج أو الخزائن اللي بدي يتم عمل الحفظ فيها الملفات. هنا بنيجي اللي هو في هذا الموضوع بالنسبة للفهرس المطبوع مهم جدا، لأنه هو بيوضح لنا اللي هي مكان الحفظ في اللي هو المعد له. طبعا هين في عنا اللي هو بالنسبة ممكن احنا يعني ناخد اول حرف، او ممكن نكتب عبارة اللي هي كاملة انه نوضح ايش هذا المكان الذي يحفظ فيه الملفات. هذه النقطة اللي هي بالنسبة للفهرس المطبوع. الان له مزايا وعيوب، حنشوف من مميزات اللي هي الفهرس المطبوع سهولة الاستخدام بنفس سهولة استخدام فهرس السجل، لأنه هنا نفس الشيء. احنا ممكن رؤية اللي هي الملف بعرف هذا المكان لإيش وإيش الورق اللي بدي يتم عملية أو الملفات اللي بدي يتم عملية حفظها في هذه الأماكن. سهولة الحصول على عليه، فعند اللي هي طباعة أي من الفهارس يتم توزيع النسخ على جميع الإطارات في المنظمة، وبالتالي تكون إمكانية الحصول عليها سهلة. يعني ممكن من خلال الطباعة ممكن أطبع لكل الإدارات إيش اللي هي، حتى يعرفوا إيش الأماكن اللي بيتم عملية الحفظ فيها الملفات، بتسهل عليهم الوصول إلى الملف المطلوب. إتاحة الفرصة لجميع العاملين لمعرفة الملفات ورموزها، يعني كمان إحنا لأنه هي أمامي رؤية حشوف كل اللي هي إيش الأماكن اللي أنا بدي أحفظها، سواء كان أدرج سواء كان خزائن اللي هي، ويتم عملية الرمز الدال على هذا اللي هو الدرج وإيش اللي هي الملفات الموجودة فيه. عيوبه هنا عدم المرونة في حالة الحاجة إلى إضافة ملف جديد أو حذف ملف موجود، لابد من إعادة طباعة مرة أخرى. يعني هذه اللي هي من النوع من العيوب، يعني ممكن لو بدي أضيف ملفات جديدة بدي أسحب القديم وأطبع جديد، فهذا بياخذ وقت معنا. البطء في الاسترجاع في حالة البحث عن ملف معين، هنا برضو لابد من البحث على اللي هو الجزء الذي يوجد فيه الملف حتى أستعرض جميع الملفات حتى يتم الحصول عليها. يعني هنا يعني ممكن أنا بدي أجمع كل الملفات عشان أدور على ملف اللي هو مطلوب، مثلا زي ملفات الموظفين ممكن أنا اللي هي أجمع كل الملفات عشان أدور مثلا ملف اللي هو شخص معين، أو اللي هي ملفات الطلاب، أو ملفات اللي هي مثلا عند الأطباء مثلا برضو في هناك ملفات ممكن بياخذ وقت في اللي هو استرجاع هذه الملف. الفهرس البطاقي هنا بطاقة، يعني يعتبر من أفضل اللي هي أشكال الفهارس، وفيه يتم تخصيص بطاقة لكل ملف موجود في مركز الحفظ، بحيث يكتب على هذه البطاقة اسم وعنوان الملف والرمز الخاص بهذا الملف. هذا زي ما تقولوا اللي هو هذا، ممكن أقول لك الفهرس البطاقي. يمكن أنا إذا بتروح على عيادات الأطباء بتلاقي بكتب بطاقة الاسم ورقم الملف، واللي هو حتى إيش المرة القادمة أو في أي مراجعة ممكن تورجيه البطاقة، فمن خلال البطاقة ممكن يسترجع الملف بشكل سريع. وهذه اللي هي البطاقات من الورق المقوى، يعني الكرتون ذات أحجام مختلفة وألوان مختلفة،
وهذه اللي هي بالنسبة لهذه يعني ممكن يتم تسجيل فيها زي ما حكينا اللي هو الاسم والعنوان الملف ورمز اللي هو الملف، حتى لو اللي هو في أي مرة من المرات ممكن إيش يرجع اللي هو الشخص يراجع الدكتور من خلال البطاقة، أنا بعرف الرقم أو الاسم اللي هو بدي يستخرج فيه الملف. هنا يعتبر اللي هو الفهرس البطاقة من أكثر الفهرس استخداما لما اللي هو حنشوف مميزات تفوق اللي هي الأشكال الأخرى من الفهارس نذكر منها. يعني هنا في عنا حوالي تقريبا 6، هدول اللي هي حنشوف اللي هو يمكن استخدام ك اللي هو هذا البطاقة كمرشد أو دليل من خلال التعرف على الرمز والملف بالشكل السريع. وهنا المرونة الفائقة، يعني من حد ما أنا أشوف الرقم بعرف وين أنا الملف أنا حاطه، بستخرج هذا اللي هو الملف بالشكل السريع. وسهولة اللي هو استرجاع، يعني من خلال البطاقة ممكن أسترجع الملف بشكل مباشرة. هنا اللي كمان ممكن اللي هي كمان البطاقة بتكون مقوية من الورق المقوى، هذا ممكن اللي هم ممكن يتم تغليفها اللي هو حتى ايش يضل محتفظ فيها في هذه البطاقة. هذه ممكن نستخدمها عند الأطباء، ممكن نستخدمها في أرقام اسمك واللي هو في البنوك بدك بطاقة والرقم المالي، هذا كمان مهم جدا. فهذه كلها اللي هي الأمور الستة، يعني بتحكي عن إمكانية إضافة كمان معلومات أو بيانات جديدة اللي هو يمكن استخدامه من قبل أكثر من شخص في نفس الوقت، حيث أن كل مجموعة مثلا من البطاقات موجودة في درج خاص مثلا، واستخدام مجموعة من الأدراج من قبل أكثر من شخص، يعني أكثر من شخص ممكن يستخدم هذا الدرج ويوضع فيه اللي هي الملفات. لكن لا تخلو من العيوب، العيوب تبع اللي هي ممكن ارتفاع اللي هي كلفة اللي هي الأشكال واللي هي السابقة اللي احنا تحدثنا عنها. طريقة إعداد فهرس البطاقات، قبل البدء في شرح طريقة إعداده يجب الإشارة إلى أن الفهرس البطاقي يتكون من نوعين البطاقات، هما إرشادية وعادية. حنشوف اللي هي الإرشادية هي عبارة عن بطاقة ذات نيتو بارز من أعلى، يكتب على هذه اللي هو النيتو الحرف أو اللي هو الرمز الذي يدل على البطاقات الذي بعدها في الدرج، ويختلف شكل هذه البطاقات باختلاف الدرج الذي يحتوي البطاقات. يعني هنا شايفين هنا بكون بارز في بطاقة ومكتوب عليها اللي هو حرف اللي هو بارز من أعلى يدلل على مثلا لو اجينا احنا قلنا في عنا مثلا ملفات، خلينا نقول الملفات مثلا كل ملف ممكن ابرز رقم او اللي هو ورقة اكتب عليها مثلا حرف الباء من الالف للياء حسب تسلسل اللي هي الاحرف، هذا من الواحد اثنين ثلاثة اربعة او الف باء تاء تاء اللي هي بأوضع فيها اللي هي كل واحد حسب اللي هي الأحرف الأبجدية في وضع هذه اللي هي البطاقة. هذه الإرشادية بتسهل علينا الوصول إلى الملف من خلال رؤيتي إلى الرقم أو الرمز أو الحرف. في عنا اللي هي البطاقة العادية، هي عبارة عن بطاقة اللي هي مستطيلة يسجل عليها اسم اللي هو الملف أو عنوانه أو الرمز الدال عليه. يعني في هذه زي البطاقات اللي ما بيعطوها في البنوك اسم الموظف مثلا الشخص العميل او اللي هو الزبون اسمه والرقم اللي هو المالي. في عنا كمان اللي هو كمان اعداد فهرس البطاقات، هذه اللي هو في البداية لابد من ترتيب الملفات التي تم تصنيفها وترميزها ووضعها في الأماكن حفظها المعدة لذلك. يعني أنا البطاقات أو ملفات حسب البطاقة أنا بحط إيش الملف، رقم الملف واسم المريض مثلا هذا اللي عند الأطباء، وبوضعها في المكان المحدد لعملية الحفظ. تخصيص بطاقة هنا لكل ملف يكتب عليه البيانات اللازمة
لازم كتابتها على البطاقة، يعني حتى تسهل علينا عملية اللي هو توضيحه أهم حاجة، وضع اللي هي البطاقات وترتيبها في أجهزة الحفظ الخاصة بها في المكان المحدد بها عشان تسهل علي عملية الرجوع إليها. وضع اللي هي بطاقة إرشادية قبل كل مجموعة، كل مجموعة مثلا ممكن أقول لك هذا تاريخ كذا، التاريخ بالسنة، عشان لو إجا بعد سنة ممكن إيش ألاقي اللي هي من خلال البطاقة اللي هي إرشادية. هذا اللي هو إن شاء الله اللي هو آخر حاجة اللي هي فهرس البطاقات.